واش هو فائض حقيقي ولا فائض منين جا؟ الوثيقه وثيقه. احترمونا شي شويه، احترمونا عيش شي شويه، احترمونا المؤسسه اللي كتشتغلوا فيها. انا سيدي كنشكك في هذا الفائض مثلا، كنشكك فيه. بارسيل الفائض بلا ورقه بلا جوج، راه راه قالوا لنا ما عرفناش واش بينوا لنا طاف منه. يقدر يكون هذا غير جزء من الفائض، يقدر يكون واحد الجزء ما بينتوش، يقدر يكون زايد، يقدر يكون ناقص. بالتالي حنا كاينه واحد المؤسسات كتمشي بالوثائق.